هذه تظاهرة ثالثة للابتكار، ابتكار أبنائنا أبناء قطاع التكوين والتعليم المهنيين، فرصة أيضا لأن هنالك فعلا مواهب خلاقة في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أبرزنا جزءا فقط منها من خلال الانتقاء الذي قمنا به في على المستوى الوطني، والذي هو أمامكم الآن، هو عبارة عن ابتكارات منتقات ولايات 58 ولاية وأكثر من 1200 مؤسسة تكوينية تسخر بهذه المواهب، ولذلك وجدنا هذه الفرصة لكي نفجر الطاقات ونفجر أيضا المواهب لأبنائنا، وأنتم في هذا يعني الجو البهيج، الجو العلمي الابتكاري، ترى فرحة أبناء القطاع وترى أيضا الأساتذة والمؤطرين والإداريين الذين يشرفون على هذا العمل، مستبشرين بغد كبير وغد مشرق لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وقطاع وأيضا غد مشرق لأيضا الجزائر، التي قلنا بأن هذه السنة كما قال السيد رئيس الجمهورية هي سنة الإقلاع الاقتصادي بامتياز. معظم الابتكارات وهي ابتكارات لأبنائنا المتربصين، هي متنوعة في كل التخصصات التي تقارب 500 تخصص في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وهي فرصة لنا ولهم، وكانت فرصة أيضا للطاقم الحكومي أن يعرف بعض من الابتكارات من أجل عملية المرافقة. أيضا حضور المتعاملين الاقتصاديين معنا والمؤسسات الكبرى في الجزائر لخير دليل على الاهتمام الموجه لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، لأنه قطاع خلاق للمواهب ومفجر للمواهب وخلاق بالتالي للثروة. نوعية الابتكارات، وهنالك بعض الابتكارات التي ستسجل ضمن قائمة الإبداعات والاختراعات، وأيضا هنالك كثير من الإبداعات والاختراعات التي هي الآن محينة ومواكبة للتطور الاقتصادي، خاصة في جانبه الفلاحي وجانبه جانب الرقمنة وجانب الطاقات المتجددة وجانب الطاقات يعني الجانب البيئي، وهي الأمور الأساسية التي نحن يعني في قطاع التكوين والتعليم المهنيين نسعى لكي نتبناها من خلال هذه الإبداعات. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على التكوين المتواصل في قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي يؤطره أساتذة ومختصين وأيضا طاقما إداريا. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.